لما انفتحت قضية المخدرات هل عايشت قصة؟ جدا. وهي كانت الدافع لهذه الحلقة؟ ابني طارق، تمام؟ هذا اللي خلاني أتجرأ وافتح يعني انت طارق. لا ابني طارق كان يتعاطى، تعلم هذا في انجلترا وهو يدرس في الجامعة، واللي علموه كويتيين يدرسون معاه. نعم. وابتلى، والاثنين اصحاب اللي كانوا معاه في انجلترا توفوا بجرعة زائدة. حاولت مع طارق ابني أن أشفيه بعد تخرجه من إنجلترا. رحنا إلى مراكز عديدة في العالم كله علشان يضيع، ولكن قبل سنة من وفاته توقف. ش اللي موته؟ موته طيلة هذه المدة كان يدخن سجاير 4 باكيتات باليوم. حاولنا بكل الطرق، ولكنه رجل كبير ويتصرف ويدخن. الرئة ورانياها الدكتور في انجلترا نقاط سوداء من السجاير، من التدخين. وانا مو فقط تناولت المخدرات، انا قبل حتى ما يولد طارق، او قول طارق كان طفل صغير، تبنيت قضية أسس جمعية التدخين ضد التدخين وقاية من التدخين. صحيح. عملت عيادات في المستشفيات بالاتفاق مع وزارة الصحة لعلاج الأشخاص اللي يبون يوقفون التدخين. عملت حملة عن التدخين. وطارق تسمح لي، أنا حاولت أن أطرق هذا الباب وسمحت لي مشكورا بفتحه والدخول فيه. أنا اليوم من خلالك أحب أوجه رسالة، لأن لما تطرقت إلى الحملات التوعوية الخاصة في المخدرات اكتشفت أن دائما يقولون صاحب ساحب والترف والواعز الديني، هذه كلها ليست مسببات. صح. اليوم طارق ولد محمد السنعوسي إعلامي القدير اللي لا نشك في طريقة وأسلوب تربيته. لا حول ولا قوة. اليوم طارق ولد متعلم مثقف بدون شك، يدرس في بريطانيا، وهذا اللي علمته. شو اللي خلى طارق يدمن على المخدرات؟ هل المخدرات مثل الإنفلونزا تيك؟ المخدرات أمر مو سهل، والمدن الله يشفي أي يشفي كل مدمن. نعم. ليس بالأمر السهل، ويجب أن نرى جوانب عديدة اجتماعية ونفسية ومرضية في تعلق وعدم قدرته على أنه ينسلخ من هذه البلوى. قليل نادرين جدا استطاعوا شوي.